مرام بن عزيزة اسم لفنانة شابة دخلت غمار التمثيل من باب الصدفة، هي ليست استثنائية، فالعديد من زميلاتها دخلنا من هكذا باب. عندما نذكر سامي الفهري ونذكر مكتوب تطلعنا قائمات ممثلات شابات جميلات ولا ريبة، رشيقات ولا ريب. هذه هي المقاومات الأولية لاكتساب صفة ممثلة مع النفاذ العاجل، أما صفة فنانة فالأمر يحتاج إلى التأجيل التنفيذ. مرام بن عزيزة اسم يثير الغبار، فهل كان لهذا الغبار الدور الأبرز فيما هي عليه اليوم من حضور؟ مرحبا بك مرام في برنامج ستارت اب. وبيك أكثر عايشة، ميرسي بور لانتروديكسيون نتاعك. عجبتك ولا لا؟ شنو الصحيح وشنو الغلط؟ غبار وجو لا مي جوست حاجه كهو اللي قلت رشيقات والكل تبارك الله عليهم زملائي واللي طالعين توا جينيراسيون اللي طالعه توا في التمثيل اون ا بوكو دو سور دوي تبارك الله عليهم مي ما ندخلوش كلنا راهو لابزين بحال شي كيما انت قلت بالتمثيل يعني لو ريست افوار فوالا بي مريم كان ما جيتش مزينه تنجم تكون اليوم ممثله في تونس وباسمك كيما انت اليوم دغول دو كيستيون والله ما دخلتش كيما انت قلت بالزين ولا حاجه. اول حاجه كي كنت صغيره ما كنتش نوز روحي المرايه، يعني فرخه صغيره ما نفهمش شنو الزين شنو مش زين، كنت مغرومه وهذا كله غرام، والحاجه الوحيده اللي دخلتني الميدان الفني هو الغرام. فكرنا باول كاستينغ، كيفاش عجبت سامي الفهري، كيفاش ترشحت للمسلسل مكتوب اثنين؟ فوالا دونك انا من الاول قبل المسلسل الكل كنت نعمل مسرح، مسرح تابع الدراسه، كانوا يبعثونا يعني في الدراسه كل عام نمشيو لغراس في نيس نجيو المسرحيه نتاعنا باللغه الفرنسيه. وبعد جي كومونسي ا ايتر اون جيري نتاع اون مارك في تونس فتال، ورا التصويره نتاعي التصويره متصوره نتاعي قال ماذا بينا نشوفوها اون لا كاست يعني نجربوها. وفي الكاستينغ شنو اللي صار؟ ابهرتهم يعني شفتك ممثله؟ انا ديجا مشيت جيتي فريمون ايبانوي فرحانه على الاخر، جو بونسي با دو تو يعني نستنى فيها يعني فريمون لو كو دو بوس اللي نستنى فيه جاني من عند سامي الفهري. دونك مشيت للكاستينغ، يافي سعاد في بلحسين حطوا لي ورقتي قدامي، اقرا التكست نتاعك احفظه تو سويت وادي لو رول. اي با ديريكتومون عملت لقاو لو بيرسوناج لوك اللي هما يلوجوا عليه موجود فيا. وفي الاداء نتاعي بون مش من الاول اديت حاجه بارفيت، خاطر عملت دي ريبيتيسيون بوكو دو ريبيتيسيون، حكيت 6 شهور وانا نعمل في لي ريبيتيسيون باش نجمت نكون نقتبس البيرسوناج هذاك، خاطر بعيد عليا هو في غزرانه في كلامها وفي الصعوبيه نتاعها وفي صوتها سورتو. انا كان يقولوا لي كي نبدا نحكي يقول لي اهل الاطفال ولا فزاك يعني طفله صغيره تحكي، وانا بيرسوناج هذيك نتاع طفله اكبر مني. دونك خدمت له برشا. باهي، فما برشا نقاد يقولوا انه ادائك باهت يعني ماكش موهوبه، وقالوا هي لك ديجا في عديد من البلاتوات التلفزيون. نسمع منك لي ما لا يقولوا لك قبل يقولوا اللي يفو اكسبتي توت كريتيك اللي نقولها حتى انا في كل حاجه في كل انترفيو. كيما اي عبد كيما انت نجي نقول لك راه فيك تقرا شده ورقه وتقرا فيها تو سامبلومون، ماكش تحكي معايا ديريكتومون احفظ فوالا. دونك ايدي لازم نقبل اي نقد يعني كسوا به ولا كسوا خايب، وهذاك هو هذيك هي الخدمه نتاعنا. نجم نقولوا اكبر دليل انه سامي الفهري ركز على ملامحك، ما ركزش على التمثيل، ركز على ملامحك، بدلك اللوك، طلعك بمظهر جديد. ما بدليش اللوك، لوكك هذاك اللي انت جيت به كيما انا قدامك توا سي لو ميم لوك، نفس المظهر لو فيزيك سي تو فو. ما ركزش على ملامحي على خاطر كيما قلت لك عملنا 6 شهور ريبيتيسيون، دونك اللي فريمون ركز عليهم قبل لي كوميم ركز على مرام الطفله المزينه سي لو بيرسوناج هذاك هو المطلوب، هو لا شوز كي زون دوموندي هو لو بيرسوناج يكون مزين يكون متهور يكون عندها غرور طفله تحكم اوتوريتير سيتي سا. والحمد لله نجح يعني البيرسوناج هذاك وصل سامي يعطي صحه ربي يفرج عليه اللي حب عليه. مريم انت قبل مكتوب شنو كنت تعمل؟ كنت اتيديانت كنت طفله بسيطه وجو لو سوي انكور طفله بسيطه كيما تقول وليت توا بعد مكتوب وليت موديليست وليت فام دو سوسيتي وليت شنو اللي صار في العام هذاك؟ كنت نقرا على روحي ونمثل وكملت نقرا اون ميم تون. بعد جي اوفير ما سوسيتي يعني الحاجه اللي نحبها موهوبه فيها من الصغر تبع قرايتي في كي قريت في ليكول دي زاري ميتي دونك تو سكي ار
عملت الحاجة اللي خدمت عليها في البروجي دو فان ديتود نتاعي يعني كرياسيون يعني بروجي مغامات كان من قبل كنت حاضر تخدم كل شيء هما لي كارت فيزيت والانسين وكل شيء مخدومة من قبل والدعم من عند شكون خدمته اش معناها دعم دعم يعني شكون دعمك يعني فلوس ولا فلوس مكتوب فلوس خدمتي خاطر انا ما بغيتش نخدم كان مكتوب انا جيت ايجيري يعني كيف امباسادريس نتاع وجي ليماج نتاع دي مارك انترناسيونال يعني البرا دونك ملي عمري 15 سنه نخدم انا يعني مش من مكتوب ملي عمري 15 سنه وماما ربي فضلها عائلتي ربي خليهم ان شاء الله ربي يخليهم شفنا في احد المجلات فما فيديو فيه مشاهد ساخنه حميميه احكي لنا شويه سخنة حميمية. عليه سخنة وحميمية. تقول ما تنكرش. لا ننكر. أصلاً إيه نعم أنا جامش إن عدي الفيديو كامل يعني. لا تجمع. عديت ديجا. عديت في الفيسبوك أما ما نجمش عديت في تلفزة. شين ما تنجمش تعديها الكل. سيت عديت في تلفزة يعني ما غير ما نسميها شنية. تعديت الفيديو الكل. تعديت الفيديو الكل. لا بالرقابة وتفرجوا فيها العباد الكل اللي كم كنت تدي وناقشناها يعني في إيميسيون. في إيميسيون كليمينيس ما تعديتش الكل. دونك هذه الإيميسيون اللي تحتاج. لا كنت نتفرج. ايوه وحضرت في الاعداد وشفتها وحضرت في الايميسيون قبل ايه المشاهد اللي تحكي عليهم انت عديوهم يعني المشاهد اللي انت تحكي عليهم سخنه وحميمه هكا قلت اللي كي تقول سخنه وحميمه تفسر للعباد حميميه حميمه ما نفهمش بالعربي جو في مون ماكس نحكي معاك بالعربيه يعني قلت لك كي تقول حميميه ولا سخنه تعطي ما ندخلوش لديار الناس بحاجه هكاك نحن قلنا وكي تقول سخنه وحميميه يعني يقول علينا رينا لمس ولا حاجه بالبابل ولا بوس ولا تعنيف نون دو تو نون دو تو هذه لازم تعاود لكم لا فيديو خاطر غلطه شويه تعاود نشوفوا اسكو فما بوس ولا فما فماش لا تو توش ا ما بيرسوناليتي جامي انا جي توجور دوني الوزون ا سا اللي جامي في لي رول نتاعي ستالفز السينما جامي يعني دور عليك عرض ما تقدروش جامد لا في وارجع انت للمشاهد سورمون قبل ما تحضر انت لا شفت ليه وتو يتعدى تو نشوفوا اسكو فما بوس فما لقطات حميميه والا ما فماش قلت في البرنامج هذايا اللي ذكرناه قلت لوبجيكتيف نتاعكم باش تعملوا باز وباش نسى يقولوا انت ديجا قلت الكلمه هذه باش نسى يقولوا يا كيفاش لابسه ورجال يقولوا كيفاش احنا تحت الصبات انت مقتنعه بالكلمه اللي قلته في البرنامج هذاك ولا هذاك سي لو كونسيبت دو لو باز كون ا كري كو تونيفيزون ان كري يعني باش يمثلوا فما نسى انت سي يونيفرسال مش في بلادنا احنا اون فيس با كو بلادنا كو فما لي فام لا فام فاتال لا فام غلامور واللي راجل يحب يوصل لها يعني يجيها من سقيها يحب من يديها راجلها يعني كيما ما تتفجعش كيما انت محليك طفله مزينه وكل يعني عندك مثلا تا بيرسوناليتي وكل واحد كيفاش يحب يوصل لك واحد يوصل لك بكلمه حلوه واحد بالتليفون واحد يجيك وين انت يقول لك محليك كل واحد يلا سا فاسون نحنا اون افولو نوصلوا لو كونسيبت هذا اللي هو اللي اكزيست يونيفرسالمون مش في بلادنا مي ان جينيرال نحكي بعد رياكسيون تاع العبيد مقتنعه باللي عملته ترى ما غلطتش هكا شويه كان نقصت شويه راضيه على العمل هذيك 100% انا الحاجه اللي باهيه فيا واللي جي كونفونس ان موا اللي ما نقتنعش بخدمه بعد ما نعملها انا نقتنع بها قبل ما نخدمها تو سامبلومون يعني اللي شفناه مقتنعه به مقتنعه به دونك ما فيش حاجه عيب ولا حرام ولا ما فيهوش حاجه عيب تشوف لا ما فيهوش عيب يعني بالنسبه لللبسه نون دو تو انا جو نلبس لبسه هذيك سي تابعه لو كونسيبت كيما رينا في تونيفيزيون عبيد خليل من غير ما نسيهم شكون اللي عملوا لي فيديو يعني وكل رينا سميره مقرون مع راجلها quand elle était enceinte Rina Kirchha يعني Rina Kirchha علينا Rina X لبسة اي طفلة اخرى لبسة شو معنى انت تقوم عليهم انت اكثر منك ولا ارتستيك الف عادي ارتست ما بين قناة حنا بعلو قناة نسمة تراش روحك انت حلت صفة اعلامية يعني قناة نسمة عملت ايميسيون في قناة حنا بعلو عملت ايميسيون يعني حاجه حلت صفة اعلامية يعني انيماتريس جيم فيغ سا يعني فريمون جيم فيغ سا ما في نسمه في تونسيه في حنابعل في اي شيء وطنيه بلادنا يعني تونسيه جيم فيغ سا يعني ترقاني في الفن ترقاني نحب نغني في الرقص ترقاني نحب نرقص لا اما نحب نغني في الرقص جي في بارتي دو بالي ناسيونال بوندون 10 ans الفن والرقص والتمثيل
مش كيما الاعلام كله مش كيما تكون مذيعه او اعلاميه ايجا نقول لك خدمت في نسمه كوم كرونيكوز en live genre اللي ندور في دوره تونس المغرب والجزائر يعني كاميرا تبع في لا روتين راه مرام بن عزيزه كيفاش تحكي مع لي كانديدا وكل في اوربان فان هذيك سي ارتستيك فيها الرقص والغناء والغرافيتي اللي هي تبع قرايتي وتبع الدومين نتاعي دونك نحب و سي تي 2 اور ان ديريكت لينا عمري ما عملت حاجه ان ديريكت انا جيت سور ان بلاطو دو 2 اور دو ديريكت بينسون والمونتاج وعندي اوريات هنا وكل سي تي امبرسيونون اي جي ريوسي الحمد لله يعني لو كونسيبت هذيك انا كادي اديتو كيما كوم يل فالي جوست لورغانيزاسيون على هذيك حاجه ما تخصنيش اي نحب يعني تو سامبلومون ما تلقاني في لي زافيش بوبليسيتير في الماركه نتاعي في لي مارك نتاع الخارج ولا نقدم مارك تونيزيان مي لي بوبليسيتي كل الحقيقه جي با في دو سبوت بوبليسيتير ما كيقترح عليك نشره جويه تقدمها ولا لا بوركو با جي توجور ريفي دافوار باسكو شني نشره جويه تظل امراه قاعده محلاها كيما نتبع مثلا ام اف تونس ولا في اي انترتينمنت اون اوتر شين وكل شيء محلاهم يعني كيفاش يبداو قاعدين وهما ش عندهم ام برومبتور قدامهم ويقراو يعني ساعات نشلق بالحوال نتاعهم اللي هما قاعدين يقرا بوركو با اي حاجه فيها تلفزه وكاميرا جادور وحتى الاعلام تستهون به نحبو نحبو نحب سي 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 حاجه الفي افيك بليزير يعني فريمون اجي قال لي قدم معايا جوست هكاك جو الفي كيما قاعده معاك تا سمعنا بخبر او اشاعه انت قلت ما نعرفش اسكو خبر ولا اشاعه ولا انت قلت هكا زيد اكد لنا انا فرحت بتبيع خاطر اول ممثله باش تمشي تمثل في هوليود قلت لي باش تاخذ غال مع توم كروز لا غلطه توم كروز هذيك سيتي دون لو ريد كاربت في دبي يعني الاحمر لو ريد كاربت يعني فيستيفال دو فيلم في دبي يعني انا بارلي وكل شيء افيك بوكو دوتر برودكتور اترانجي وكل جي في ان فيلم افيك انطونيو بانديراس اللي هو ذا بلاك جولد سي تصور وخرج في قطر في فرنسا في تونس عملنا لافون بروميير مع سي طارق بن عمار وكل شيء ويافي قبل تو يا 2 mois ou 3 mois de cela le casting ils allaient faire في السود vu que ça aurait dit map décor نتاع ستار وورز وكل les étrangers collision حتى جوني ديب كان يصور وكل شيء يعني il y avait une proposition de film avec Tom Hanks مش توم كروز توم هانكس داكور ان شاء الله هانا اون اتون ان شاء الله بلينا تكون فخير وان شاء الله نتقدموا في اي ميدان كسوا في التمثيل في التياتر في كل شيء ان شاء الله يا ربي قلت بعد ما صورت مكتوب ثلاثه قلت اللي فما فيلم مع مختار العجيمي ايوه مختار العجيمي سالته في الميسيون تاعي اللي فاتت وقال لنا جوست تعرفت عليها قالت لي نحب نتمثل معاك نحب نمثل معاك نحب نتعامل معاك قلت لها اوكي تنشوفك في الفيلم tu es sûr de ce que tu dis خاطر باش تفرجوا نجمو جبنا bien sûr tu es sûr de ce que tu dis donc قال تعرفنا على بعضنا وقالت لي مرام نحب نمثل معاك نحب نتعامل معاك قلت لها اوكي خنشوفك في الفيلم الجديد قال ما فقت بها كان قالت عطات تصريح وقالت هي باش تكون حاضره في فريمون سور تو اسوم يعني اكيد مانيش قاعده نلعب مرام لا بيان سور مع سي مختار العجيمي اللي ما كنتش نعرفه يعني قدم لي كادورين on était ناش كنت اسمع به لو رابور كادورين جيتي انفيتي دون اون ايميسيون تاع الوطنيه وهو معانا يعني في ليميسيون هذيا اي نوزا كاستي باش نمثلوا فيه انا وكادورين هذيا في رمضان اللي تعدى دونك قال لي استنى فما تحضيرات ومازال لو كاستينغ وكل شيء وقلت اوكي يعني سيت كي لازم يعني هو اللي اقترح عليك بالطبيعة انا ما كنتش نعرف لا نسمع بسي مختار العجيمي مي عمري ما تقابلت معاه جو سوي بارتي بور لو كاستينغ اللي تقعدنا نحكيو انا وياه وكادوريم في طاوله وكل ونحكيو ومن بعد ينوز انفيتي في ميسيون وطنيه وقتها انكور هما قاعدين عندهم ما نعرفش ان بروبليم دو سوبفون يعني لا با ايتي سوبفونسوني ولا فما حاجه هكايا مع وزاره يعني ما مي معليش نكذب انا ولا اوكي سبيلبرغ كلامني باش نعمل باش نعمل فيلم جو مي كو ميم با انفونتي دي شوز نورمالمون مرام كي تصحح كونطرا وقتها تعطي ديكلاراسيون وتقول انت سمعتني قلت صلحت لا قلت لي انت قلت ان شاء الله قلت ان شاء الله ديجا نعرف لكن جو بريفير باش احنا نتجاوزوا الحكايات هذوكم بعد ما تصحح الكونتراك باش ما يصيروش الحاجات هذوما لا انا قلت ان شاء الله باش يكون فما مشروع مع سي مختار العجيمي وفي في في القناه التونسيه في لاباس يعني نتذكر تيكستو كلامي تهنى لا قلت لك انت قلت ما ديجا مازلت ما صححتش الكونتراك لا اي قلت وقلت في الميسيون انا ما صححش قلت باش باش يكون فما مشروع مع سي مختار العجيمي يعني تو سامبلومون باش تكمل منها باش نخرج نكلموا منها راهو تهنى ليه يا اخي نكذب زعما هنا حسب لا ما لازمش يصير
مالانتوندو يعني انسان استدعى انسان مش تهم معاه اختار العجمي كان الانفيتي نتاعي وحكينا في الموضوع هذا تلزه هذايا تعديت حكينا وقال جوست انا تعرفت عليها وكما كنت نحكي لك هي اقترحت ومن بعد قالت اللي هي باش تصور معايا الفيلم الجديد يا بتيت خمال انتوندو ولا بتيت بس المختار العجمي معنا في ميس تونيزي يعني حاضر ومع العبد اخ اللي باش يمثل مغير ما هو احنا ما قلناش انتم ما تعاركتوا ولا صارت حاجه كبيره احنا قلنا جوست هو قال اللي راني انا ما اقترحتش عليها وقلت لها بتيت تنجم تكون معايا في الفيلم نتاعي لخليني به مرام رمضان قرب اعطينا شنو جديد شنو حضرت شنو الاعمال اللي قاعده تقوم بهم في رمضان فما برشا اعمال ان شاء الله قتربي دونك فما مسلسلات مانيش شنو قال لك عاد انت قلت لي tu préfères quand je ne signe pas le contrat ما نحكيش نورمالمون تاعو تبدو ليه دي عاده هذه نورمالمون تاعو تصاور خاطر في الوقت هذا نورمالمون دي تصاور فما اعمال رمضانيه ان شاء الله قدره ربي ان شاء الله تكون فما حاجه بيا حاجه جديده وراو فيها مريم بن عزيزه ديفيرونت في لي بيرسوناج اللي كنا راو فيهم قبل اوني تي تري بيان لا انا بعد العرس قلبت وليت حاجه تخم كان في الفلوس اول ما عرفت مرام سيتي اون جويي 2009 جويي وجوان ما عرفش نتذكر جويي وجوان 2009 سيتي كلكان دو سامبا اون اتيديونت نورمال معناها بعد بيتي تاتي معناها خطبنا بعضنا وكل شيء كل شيء معناها افون مكتوب عرفتها افون مكتوب بعد مكتوب اختارنا بعضنا كل شيء ولا وقتها ميديا وليت لا ستار اونتر غيمي مرام بن عزيزة دونك بيتي تاتي ولات جو سي با انا هكا ظهرت لي ما نعرفش كيفاش يشوفوها العباد وي جو سوي لا بو ريبوندر ا سيز اكوزاسيون ان فيت دو مدام اود الا كري اون ما كومبريولي ما بوتيك دابور سي با سا بوتيك سي لا مين جو لي فينانسي نجم جو لي فينانسي بور ال على خاطر نجم نقولوا انتر كوبل معناها ماري ما فماش حاجه تضم من بيناتنا انا جيتي فينانسي ولا انت تما فينانسي سي نيمبورت كوا دو ما تهيت ندخل فيهم نتاع واحد سي با مون نيفو نون بلو معناها ما نجمش سي دو جو سوي لا بور ريبوندر ا سا جي با كومبريلي سا بوتيك سي ما بوتيك ونعرف ايش نحب وسكرتها دابور بوتيك سي مرام علاش الفنانين كيف يعرسوا يعلو الزواج نتاعهم وكيف يعرسوا ما يحبوش الخبر هذا يطلع انت عرست في ساعة في ساعة وطلقت فاسون يعني ما صارش قبل في تونس طليق عمره ما صار في تونس لا فاسون عمره ما صار قبل في تونس ستادير عمره ما صار يعني قليل وين نلقاو ممثلة أو فنانة يطلع رجلها يفضحها سامحني في الكلمة بيان سور يتكلم في المجلات في الإذاعات شنو اللي يسمح له يعني نجم نقولوا احنا ممثلة وممثلة طلقوا ينجم هو بيس معروف يطلع يتكلم أما راجلك إنسان عادي في تونس بكش ما تصيرش مي دون لو موند افيك نوتر يعني في الدومين اللي نحن فيه سير برشا يعني كي نسمي لك لي ستار الكبار انا مازلت في بدايتي حتى شيء اعطيني ممثله ولا فنانه ولا اعلاميه طلع راجلها وتكلم كيف راجلك في فرنسا قلت في فرنسا مثلا وز ايتازوني اون اونتوندو نحكيو في تونس نحكيو في تونس مكتوب هو راه كيسكو احنا ما نحكيوش ما تناقشوش في تلاقوا اين اليوم يعني انت وظيفتي في الحلقه نتاعي ما كنتش يعني ما نسمحش روحي باش ندخل في حياتك الشخصيه اللي كان راجلك طلع في التلفزيون وفي الميديا وقال برشا كلام جارح لك انت لوالدتك للفامي نتاعكم ككل اتهمك بحاجات خايبين وي مي لا بروف اوني الكلام وكل احنا انا علاش ما نردش على الكلام هذا ما نرجعش خاطر الكلام يهز الريح والفعل هذاك اللي يعني اللي العباد تصدق به يعني الحمد لله يا ربي اللي قالوا الكل ثبت لي هو غلط تو سامبلومون مغامود امي ربي فضل عليها قاعده معانا كل شيء يعني انا ما نحبش نحكي عليه خاطر انا متربيه بنت عائله ما نحبش نقول مسكين شنو صار له ولا شنو الحاجه اللي صايرت له اللي الحاجه اللي عملها غلط كما هو قال نعم استغليته ماديا جامي دلافي يعني علاش تستغلوا ماديا مثلا مغامود كي قال نتاعو
وهو اسمها مرا مود هي على بس فاسمي مرا يعني هو بروجي تاع قرايتي حتى من قبل ما نعرف مون اكس ماري وكل وكان جيت نتاعو علاش يسكرها ويفرغها في نهار وليله وعلاش انا نعاود هاني عاود برك لك دخلت المغامود وشفت وكل ايجا نقول لك كل واحد ربي خلق فيه طبيعه وكل واحد عنده فما ناس يقول لك لا فانجانس سي ان بلا كي سو مانج فرو اللي هي سي مون كاركتير وفما عبيد كيفاش نقولوا يدخلوا بعضهم ويعملوا حاجات يخرجوا من الوعي ولا ويندموا مشكله انت قلت اللي الانسان هذيك اللي تفرجت فيه سمعته يتكلم لي مش راجلي هذا اكيد واحد اخر وين سمعتني قلت سمعتك في التلفزيون تكلمت قلت انا نحس في لبي سامحني قلت ما نعرفش انا العبيد شنو قالوا له شنو وصلوا له لا مش فسرك شنو قلت انا قلت الفيديو ديك عاودت رجعت بعد عامين فما عبيد تعمل بالعاني ما نتصورش مونيك ماري عاود حط الفيديو فما عبيد اخرين تستغل وتحط لا ابن نجم توضح لنا راهو مرام يعني مش بلازم باش طلع فيا سيف لي انا غلطه مش مش خاطرتي كون تو مو بوز لا كيسيون يعني تو مو فيكس ديريكتومون بريف دونك ديك سيتي قلت اني نوف قال لي هو تو بونس اللي هو ليكس ماري نتاعك عاود عمل الفيديو وبالعاني باش يستفزك قلت له ليه ما نصورش اللي هو ليكس ماري نتاعه وربي يهديه على روحه يعني تو ما جاش انت كلمت وقلت له علي عملت معايا هكا ليه با دو تو نو ما جو ني با ا مي رابيسي هكا باش تعاودت عرفت انا نخدم مخطوبه فما توا جو غارد تو بور موا توا ان شاء الله اللي في الخير ربي يسهله اوكي دونك نشكرك مريم بن عزيزه كي حضرت معايا في الميسيون ان شاء الله ما تقلقتش نو با دو تو انا جا نقول لك جو سو اوفرت ا تو سوجي سورتو كيما انت مثلا تبدا ماخذ عليا فكره اخرى سمعت سي نورمال تجي تواجهني وانا نفسر لك تو تخرج تعرف عندك ايدي اخرى على مريم بن عزيزه اللي جو سو فريمون اون بيرسون سامبل الحقيقة على الكذب محبوبة مع عند العبيد ونحب العبيد ونحب الجو القعدات وانتي سحبت سابخيت وقبل ما تكون قاعدين مع بعضنا نحن هكية لا وين لقيتني باش نقول ولا ما نقول لا انا لقيتك في ريستوران سين بيد وقتها كنت نساور في سواري لقبل فينال متاع ميس تونيزي فوالا خذت نمرويا فوالا يعني مش قابلتك في تقول ليه تقابلنا في سهرة لا في سهرية تبع ميسيو تبع الخدمة تبع الخدمة نخدم نصور أوكي. وقتها اي فوالا دونك اي ما صحاب نسيلش ما كنا صحاب روح حتى عبيد نعرفوش بعضنا صحاب شفت انا جو سي كومسا انا صاحبة العبيد الكل تو سامبلومون اللي قال لي على السلامة رجع له على السلامة بضحكة زادة دونك يفو انفي توت لي زيدي الغلطين نتاع العبيد احنا اون ميدياتيز ديما ساعات حاجة باهية العبيد تفهمها بالغلط مي نو راهو لازم واحد يسمع مليح ويشوف مليح وكهو اي فوالا اي جاسكروك مرة أخرى وإن شاء الله ما تغششش مريم علينا يعني با دو تو سما في بالعكس حكيت في حاجات صلحتهم لك اللي كنت وللعبيد اللي تتفرج فينا لا أنا مش مهمة نصلحوا المهم للعبيد أنت تحكي للعبيد أنا رأيي فيك لا مش نحكي للعبيد خاطر مش ما عندي ما نعرفش نقول نحكي على الفنانين ولا الممثلين أما خليني نقول لك حاجة أنا رأيي فيك باهي برشا وعطيت رأيي فيك في قداش من برنامج تعدى وقت اللي جبنا عليك مع صحابك وأنا سما في تخوف دونك أنا جوست خديت معلومات من نتفرج فيهم على وسألتك باش انت تواصل الميساج الصحيح لأكثر ولأقل وعندك حق رد أكيد مرام نشكرك مرام رد جوست للتصليح مش لحاجة خايبة للتصليح أكيد يعني حتروح في بقعتي انت جيك عبد يقول لك راك عملت وحاجة غلطة ما لازمك ترجع لازم تفسر للعبيد أكيد دونك تقول لك هي حاجة توجع شوية يعني شنو هي اللي توجع ما وجعكش الكلين نو با دو تو استنست عندها 3 سنين الحكايه باش نعرف انا بيانتو دونك هذا كله في بارتي دو مون باسي والحمد لله ربي فضل لي عائلتي ومنتي وخدمتي ان شاء الله نخدم نهار وليل كيما العبيد الكل اي حاجه موجوده فيها في الخدمه وربي معانا وربي يسترنا وميرسي يعيشك ميرسي بوكو باي باي يعيشك اش فيك مهزرو يلزمني نمشي نشوف الياس اخي الياس خرج من الحبسه اي سلام هالو خف هل يتعبك مالي بالعدام شو الله هزي انا راه معاش ساعدني باش نقعد نلعب في دور صاحبة برشا نجيب واحدة ساعة وبعد تمشي تروح اش معناها؟ معناها عارف روحك شو تحب قبل سلمت في كل شيء على خاطرك وبعد طلعت لي قرعة صحيح بس عرفت لك وقلت لك راني غلطت اما كان ماكش ناوي تنسى مش لازم خليني نمشي على روحي انتي شنو راجعك معايا كي مش في دس فاستك عطيني البنون تاعي وخليني نمشي على روحي ديزي 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 بلاد فريغ يا اخي تعرفي بجدك يمكن انا ماتيرياليست وعندي برشا ديفويت اما لا غالب ما نجمش نكون صاحبة راجل معرس حتى سليمة الشريرة عندها قيم تاعها راه
Ah bon? Ah oui, عندي les valeurs نتاعي. كيما نقولوا الانجليز فيشين كومبليمنت تحب نقول لك لا ما ماكش ماترياليست ماكش ميشانت احلاك بربي شو ما عجبك فيا حليلتك مزيان مسكني راك في شارع يقول قديش على نيتو هالولاد وانت اصح من راسك ما فهميش سينو اهم حاجه ما قلتها لكش شنو هي طلع هذكي لا بوغوس ها قلتها بوغوس حنين ضامر نقلت لك بالضحك بون ساعات ضحكنا اما سي بزاف معلش اهم حاجه خلتني نتعلق بيك البيريود الاخرى وروحي وعقلي فيك هو اللي سمعت اللي خوك شو اللي شريك يوسف الشيخ اي سورتو انت باش تري تخدم معاه ما سحر وقاتك ولا ما سحر وقاتك